معرش نعمان 30/5/2012. آثار دمار الذي خلفته قذيفة أطلقتها آليات الجيش النظامي في مدينة المعرة، من ضمن الانفجارات التي توالت على المدينة في الساعات الأخيرة من الليل بعد 12 ليلا. ولا يعلم حتى الآن سبب هذا القصف، ولكن آليات الجيش مع قوات النظام الأمن تتحرك على محيط المدينة ويخشى من اقتحامها.